من أجل شخصيات عربية ميزت السنة، من أجل كفاءات استطاعت إحداث التغيير في مجالات مختلفة. تكريم حدث احتفى بالإنجازات العربية في مراكش، حفل حضرته مجموعة من الشخصيات العربية والأجنبية المرموقة. المجالات يلي هي في صلب مواضيعنا هي البيئة المستدامة، القيادة البارزة للشركة، الأبحاث العلمية، امرأة العام العربية، الفيلانثروبي أو أفعال الخير وغيرها طبعا من المجالات. إذا بنقدر ندعم عمليات مثل هيدي، بننقي أشخاص بارزين بالعالم العربي بعدة دوامات، يعني بالاقتصاد وبالفن وبالشغل على الصعيد الاجتماعي. هيدي إشياء كتير منيحة، لأنه بدنا نعطي أمثال منيحة للشباب خاصة بالبلدان العربية. جوائز تباينت بين تكريم للمبادرين الشباب، جوائز للإبداع العلمي والتكنولوجي، التنمية البيئية المستديمة، وأيضا جائزة المرأة العربية، ثم جائزة الخدمات الإنسانية التي ظفرت بها امرأة مغربية. جمعيتنا اليوم نموذج اقتصادي ناجح، أصبحنا نقدم أنفسنا كمقاولة اجتماعية، ما يمكننا من معالجة العديد من القضايا بطرق مبتكرة ومتجددة. لقد برهنا أن الإرادة والإصرار والمثابرة تمكننا من الاستجابة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه حالة استثنائية فريدة أن يسلط الضوء على المبدعين والمنجزين من النساء والرجال في هذه المنطقة، وأن تأتي من مبادرة عربية، هذا أجمل ما في الموضوع. وتهدف مبادرة تكريم إلى محو مجموعة من الصور النمطية المسيئة للعرب بشكل عام. خلال ندوة صحفية أكد القائمون على تكريم أيضا أن هذه المبادرة تسعى إلى إبراز الجوانب المضيئة والمشرقة والمساهمة في التطور في العالم العربي، المبادرات والإنجازات المؤثرة في العالم أيضا.